أنا اسمي طلال أبو رزاق. قبل 70 سنة كانت نكبة فلسطين وطلعت لاجئ. يعني إذا حسبتوها شطرين كلكم بالحساب يعني عمري 80 سنة اليوم. قبل 70 سنة رماني اللجوء إلى قرية في جنوب لبنان اسمها الغزية، تبعد ساعتين مشي عن أول مدرسة، فكنت مضطر إذا بدي أدرس، وأنا قررت إني أدرس، أمشي 4 ساعات كل يوم، صيف شتاء مطر كل الظروف. ما في أجمل منها، في أجمل من الواحد يمشي 4 ساعات كل يوم؟ يمكن واحد يقول لك يا أخي أنا شو يعني راكب فلان السيارة وقاعد مرتاح وأنا عم بمشي. أنا بعد 80 سنة مخزن، هلا الدكتور بيقول لك امشي 4 ساعات ولا 5 ساعات في الأسبوع أو ساعتين في الأسبوع، طب أنا ماشي 4 ساعات لمدة 10 سنين، فشو قديش مخزن مشي. لما كنت أمشي كنت أخذت قرار بدي أنتصر على عدوي، عدوي طردني وأخذ بلدي، طيب شو الحل؟ في حلول كثيرة وكلها أحسن مني، أن تصبح مناضل، تصبح فدائي، تصبح سياسي، تصبح كلها حلول عظيمة. أنا أخذ قرار لا، بدي أتفوق على عدوي، أنا بدي أنتصر على عدوي بأن أتفوق عليه. هذا كان التحدي. عندما نتكلم عن التحدي تكلمت عنه زميلتي العزيزة وصديقتي ومن أعز الناس علي هذه الأستاذة المربية الفاضلة، التحدي كان كيف أنتصر على عدوي. وأنا عم بمشي 4 ساعات عم تفكر شو بدي أعمل. نتيجة هذا الفكر، نتيجة هذا الإصرار على الانتصار على العدو، اليوم نحن 100 مكتب في العالم، 101 اليوم، امبارح كانوا 101 مكتب في العالم، في كل أنحاء العالم. نحن أكبر مؤسسة في الدنيا، في الدنيا مش في المنطقة أو في الأردن، في العديد من المجالات ومنها الملكية الفكرية وهو علم تقني مش فلوس. نحن أكبر شركة ملكية فكرية في الدنيا بما فيها أمريكا وأوروبا واليابان. نحن أكبر شركة في الدنيا في بناء القدرات كمؤسسة وطنية. كثير من المجالات نحن رقم واحد. في نوفمبر 2001 وبن هون بعد هون القصة هاي راح أذكر حتى تحكوا تسمعوا كلام مفيد. أنا ب 2001 كوفي عنان طلب تأسيس مجلس ليضع سياسة واستراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى العالم، ودعا لهذا الغرض 52 شخص من العالم، 32 منهم يمثلوا حكومات الدنيا الكبرى، أمريكا، ألمانيا، بريطانيا إلى آخره، و 12 مؤسسة تمثل المنظمات العالمية، البنك الدولي إلى آخره، ومجتمع مدني 4، وثمان أشخاص من القطاع الخاص في العالم، كنت واحد منهم، أمثل نفسي، لا أمثل دولة. نوفمبر 21 كان بعد 2 شهر و10 أيام من حادثة سبتمبر، وكان الاجتماع في نيويورك، وكانت حامية القصة اللي هي تعرفوا موضوع الاعتداء على أبراج نيويورك. أعلن كوفي عنان تأسيس الفريق وطلب انه ينشأ مجلس إدارة للفريق مؤلف من 6 أشخاص ليضع السياسة اللي انتوا هلا عم بتشوفوها، استعمالات الموبايلات، الكمبيوتر، الانترنت، هذا كله كان في 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 استراتيجيته نحن وضعناها لمستوى العالم من الأمم المتحدة. انتخب الى مجلس الإدارة، قال بدي تنتخبوا ايضا رئيس، انتخبوني رئيس، طلبت الكلام، قلت اشكركم على انتخابكم لي عضوا في هذا الفريق وعضوا في مجلس ادارته ورئيسا عليكم رغم علمكم
أنني فلسطيني أردني عربي مسلم. أي كل التهم الإرهابية اللي في الدنيا موجودة فيي، وانتخبتوني رئيس. في تلك اللحظة شعرت بإني حققت جزء من الرسالة اللي كنت بدي إياها وأنا عمري 10 سنين، لأن أقف على منصة الأمم المتحدة وأقول لهم أن الأردني والفلسطيني والعربي والمسلم ليس إرهابي، ولو أنه إرهابي ما بتنتخبوا رئيس عليكم، وأنتوا دولة أمريكا ودولة كذا ودولة كذا والبنك الدولي والأمم المتحدة. سكوت، فوجئوا بالكلام. شكرتهم أنا، ما سبيتهم. حوالي 10 ثواني صمت، وبدأ السفير الأمريكي يصفق، وصفقت القاعة. بعدها قال لي كوفي عنان هذه الجملة الوحيدة، جملة، مجرد جملة، هذه الجملة كانت تكفي عن لو بدك تكتب مقالات أو تلقي خطب، يكفي أنه أثبتت من خلال انتخابهم لك، ما مش تعيين من الأمين العام ولا من تعيين من أبوي ولا من جدي، انتخاب في هذا المجلس ينتخبوا طلال أبو غزالي من هذه البلاد الصغيرة المتهمة في ذلك الوقت وما زالت، أن ينتخبوا رئيسا عليهم لوضع سياسة واستراتيجية في العالم. واليوم هذا جدكم الواقف، لأنه أنا 5-4 من أحفادي تخرجوا من الجامعة، بقدرش أقول أنه والدكم لأنه أولادي أكبر منكم، فهذا جدكم الواقف هون. ليس هنالك عند العدو، وأنا أتحدى من حقق مناصب في كل محافل العالم. أنا ترأست 14 مؤسسة في الأمم المتحدة في كل المجالات، مش بس في فريق تقنية المعلومات، وانتخبت حديثا للمؤسستين الجداد هلا الشهر الماضي. ترأست فريق الأمم المتحدة للتعليم، ترأست الاتحاد الدولي للمحاسبة، منظمة مجلس إدارة الأعمال في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو، يعني قائمة المناصب التي حصلت عليها. وأنا مش عم بحكي هذا، أنا أحكي عن نفسي، أنا ما مش هذا هدفي نهائيا. أردت أن أقول أنه ما في شيء مستحيل، مش مستحيل أنه هذا الإنسان اللاجئ الذي لم يجد أحد يسنده، اللي حتى يدخل الجامعة اضطر وأجبر أن يكون الأول على لبنان، لأنه كان في منحة واحدة لدخول الجامعة الأمريكية مقدمة من الأونروا، وكانت وقتها متأسس الأونروا، كان في منحة واحدة والشرط فيها أن يكون الأول على لبنان. أجبرت أن أكون الأول على لبنان. هاي مش نعمة؟ هاي مش نقمة. الناس بيعتبروا أنه والله أنا يا أخي أنا مظلوم، أنا حياتي كلها معاناة. اشكروا الله على المعاناة، اللي بيشكر الله على المعاناة تتحول معاناته إلى نعمة. ما في شيء بالدنيا مستحيل إذا أخذت القرار أن تحقق الانتصار على المستحيل. فلذلك أنا كثير سعيد بأن أكون معكم في هذا اللقاء وفي هذا المشروع العظيم، وأكيد عظيم لأنه في ست هيفا وفي فادي، بالإضافة إلى المدير الهام ماهر قدورة المعروف بوطنيته وإخلاصه وحرصه وخدمته للوطن. فإحنا فخورين فيك أستاذي، والله يبارك جهودك. وأنت بسمع كنت تحكي كيف تتكلم، قلبك اللي عم بتكلم مش لسانك، يعني هذا الشعور الحماس والإخلاص اللي تتكلم فيه واضح. أنا سعيد أكون بينكم، وأنا آسف أني طولت، ومن حسن حظكم أني مضطر أروح لأنه عندي شيء نشاط آخر، عندي اليوم لسه نشاطين بدي أساهم فيهم، فمن حظكم ولا كنت بضلني أحكي للصبح.